السلام عليكم البنات والميمات نتمنى تكونوا بخير على خير في احسن الاحوال مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه وصفات ام هيثم اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الخبز عائلية كتجي لذيذه 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 كذلك كتجي قطنيه بحشوه جد سهله كتوجد في دقائق البنات بداو على بركه الله غادي نحتاجو في هذا الخبيزه بالنسبه للعجين عندي زلافة ونص ديال الفورص عندي كاس ديال الحليب ومعلقة ديال الزبدة كذلك عندي نص معلقة ديال الخميرة الفورية والخميرة ديال الحلويات ومعلقة ديال السكر سنيدة ومعلقة صغيرة ديال الملحة بالنسبة للحشوة البنات لكم الاختيار انا خديت فلفلة خضرا قطعتها شرائح طويلة كذلك خديت البصلة هي قطعتها شرائح طويلة بالنسبة للتوابل عندي معلقة صغيرة من كل شيء الا البزار القزبر مطحون صافي عندي نص ملعقه خرقوم تحميره ملحه سكينجبير والثومه بودغ عندي شويه ديال الربيع مخلط بابن من القزبر ومعدنوس وشويه ديال الزيتون الكحل آه, عندي شويه ديال الفرماج كذلك عندي شويه ديال الكفته نتوما يمكن لكم تعوضوها بصدر الدجاج او لا اللي بقيت المهم اللي متوفر كذلك عندي واحد البيضه اللي غادي نديرها ف هذا مع الدقيق غادي نعجنها معاه والسفر ديالو غادي نخليه جانبا حتى نحتاجه في الاخر ملي نبغيو ندهنوا الخبيزه ديالنا صافي كنخلط جميع العناصر عندي الا الزبده نخليها هي الاخر باش هي اللي غتجمع العجينه في الاخير وكنعجن الخليط ديالي مزيان يعني ما يكونش مرخوف وما يكونش قاصح في نفس الوقت هي هاد العجينه كتجي هشيشه من الاحسن انك تدلكيها مزيان ولكن حتى الاخير ملي تزيدي الزبده مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال بالناس من بعد ما كندلكها مزيان بالزبده كنخليها ترتاح واحد 15 دقيقه حتى ل دقيقه يعني ما كنخليهاش حتى تنفخ مزيان بلي كاز لا كنخليها غير ترتاح صافي وكنخلي نحطها جانبا باش ترتاح ليا مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا كنغطيها بالسلوفان ونخليها جانبا غندوزو للحشوه البنات انا خديت نقيله هنا درت فيها شويه ديال زيت العود كنبدا نشحر في البصيله هي اللي ولات ليا مزيان كيف العاده عاده باش غادي ندير معاها شويه ديال الثومه وشويه ديال البزار كذلك شويه دي. شويه ديال الملحه صافي كنحطها باش تشحر ليا مزيان عاده باش من بعد يمكن ليا نزيد المكونات اللي باقيه ليا مع العطريه صافي هنا من بعد ما طاحت ليا البصله غادي نزيد عليها الفلفله وغادي نزيد كذلك العطريه اللي باقيه ليا البنات اللي, اللي باقا يعني عزيز عليها الحرور يمكن لها تاخذ فليفله حاره وتقطعها وتشحر مع هاد المكونات هذا بعد ما طاحت ليا الفلفله البنات صافي زدت حتى الكفته ديالي حتى تشحر كيف ما كتلاحظوا معايا كنزيد جميع العناصر الا الفرماج والربيع كذلك الزيتون نخليه كمرحله اخيره كيف ما كتلاحظوا معي بعد ما تشحرات ليا الحشوه ديالي كنزيد الربيع وكنزيد الزيتون حتى تبرد الحشوه عادة باش يمكن لي نزيد الفرماج باش ما يدوبش ليا على جوج مرات صافي هنا كنخلط جميع العناصر اللي عندي كنخليو الحشوه البنات تبرد عاد باش نبداو نخدمو بها ما نخدموش بها وهي سخونه صافي البنات هنا غادي ندوز باش نكرس العجينات ديالي بعد ما ارتاحوا قسمتهم على جوج جوج كويرات صغار صافي كنبدا نسرح فيهم وحده بوحده كنقطعهم وكنخليهم ثاني يرتاحوا يعني واحد خمسة دقائق باش يجيكم طايعين في ملي كتبداو تسرحوا فيهم صافي كنبدا ندلك فيهم بهذه الطريقه حتى كنسرح العجينه ديالي كامله ونركزوا على الجوانب اكثر البنات بالنسبه للكويرات خديت انا واحده صغيره وواحده كبيره الكبيره هي اللي غنفرشوها يعني هي التحتانيه هي الاولى ونحطو فوق من الحشو عاد باش تكون صغيره باش نغطيها من الفوق خلاص صافي ونورقوهم مزيان البنات وكنأكد على الجوانب باش ما يجيش يعني الوسط رقيق والجوانب ديال الخبيزه ديالنا تكون منفوخه اكثر من القياس وتجي هذيك الخبيزه ديالنا كلها عامره عجينه صافي كيف ما كتلاحظوا معايا البنات هنا سرحت الخبيزه الاولى زدت انا واحد شويه ديال لاصوص طوماط اللي لي فايت ليا يعني مطيباها في الدار كنسرحها فوق العجين ديالي البنات الا خفصوا العجين ديالكم أنا يلصق لكم في الطاوه رشوا شويه ديال الفينو او السميده باش تغير تهز ليكم ولا كانت خصوصا الا كانت اللاطه كتلصق وكنبدا نعم في الخبيزه ديالي على هذا الشكل بالنسبه للفرناج البنات انا خليته ما مع الحشوه يعني خليته تنزيدو من الفوق من فوق, فوق الحشوه ديالي على هذه الطريقه وغادي نجيب يعني الخب ديك العجينه التانية ديالي ونسرحها فوق من هاد الحشوة على هاد الطريقة ونبدا في الجوانب وأنا كنسد وأنا كنبسط في هادوك الجوانب اللي جمعتهم نتمنى تجربوا هاد الخبيزة البنات راه كتجي رائعة وكتجي بنينة وسهلة خصوصا دابا رمضان وكلشي كي كيطلع في الراس من الاحسن الواحد يغير وهاد الخبزه راه كتجي عائليه كتجي لذيذه لذيذه بزاف نتمنى تجربوها و تردوا عليا في لي كومونتير صافي البنات من بعد ما كنقرصها مزيان كنخليها ترتاح واحد المده ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقه حتى كنشوفها تنفخات مزيان وكنثقبها هكا من الجوانب باش ديك الحشوه اللي كاينه لداخل مني تبدا تطلق الماء ديالها في, في وسط الفران يعني تلقى فين تنفس ويشرب الفران هذاك داك الماء اللي كطلق صافي البنات وكنبدا ندهن الخبيزة ديالي بصفار البيض على هاد الشكل وخليت الجوانب البنات خاويين والوسط درت فيه فرماج وانتوما لكم الاختيار يعني ديروا اللي بغيتو ويعني يمكن لكم ديروا الزنجلان او اللي حبيتو يعني اللي اللي متوفر عندكم يمكن لكم ديروه وكنكونوا هنا سخنا الفرن ديالنا على درجه 180 درجه نشعلوا ليه من التحت حتى تحمر ليا الخبيزه ديالي مزيان عاد باش نشعل عليه من الفوق هنا غادي نقول لكم بالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله